السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله أخي مهند وحيا الله بالجميع. جهودك مشكورة أخي مهند والإخوة جميعا، الله يعطيك الصحة والعافية وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نعم أخي مهند، أشرت هنا قلت الأردن تمنع استيراد النحل، أليس كذلك؟ نعم الأردن تمنع استيراد النحل، لكن هناك ملكات مستوردة تدخل من الخارج سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية، المهم أن في دخول ملكات. بالنسبة لموضوع الاستيراد، الأردن ليس بحاجة لاستيراد طرود أو نحل مرزوم أو كذا أو كذا. ليش؟ الأردن كمناخ يعتبر مناخ جيد، غنية بالنباتات الغبارية، أغلب الأوقات المناخ معتدل ما عدا أيام برد في الأربعينية في فترة الشتاء، تكاد تكون يعني مدتها مثلا شهر، 40 يوم، 25 يوم، حسب حالة الطقس والمناخ. أما بقية أوقات السنة يكون هناك نباتات عشبية جبلية، أشجار حرجية كذا غنية بغبار الطلع، فبالتالي هذه لها دور كبير جدا في دفع النحل في النشاط، ونتمكن من عمل طرود وعمل التوسع الأفقي، فلذلك يكون التغطية محلية. لا يحتاج قطاع النحل في الأردن، لا يحتاج استيراد نحل من الخارج. بالعكس، نحن نعاني من زيادة الخلايا الموجودة، يعني أحيانا مثلا في المواسم أنا بدي أبيع شوية، أنت بدك تبيع شوية، بتجد أن في كساد شوية في عملية البيع، وتبقى الطرود موجودة فتصل إلى خلايا فتوجه إلى موسم حسب الحاصل. إكمالا لما سبق أخي مهند بخصوص النحل المستورد للأردن أو استيراد النحل للأردن، فقلت لك بالملف السابق أنه الموجود المحلي هو يغطي حاجة النحالين وزيادة. يعني لو نظرنا مثلا ابتداء من الآن، نحن مثلا الآن 20/2/2022، بيبدأ النحالين أو النحال الأردني يبدأ يتهيأ ويوجه نحله لمنطقة الأغوار كونها مناخها دافئ وغنية بالمزروعات وخاصة الحمضيات، حتى يتمكن من أخذ موسم الحمضيات. فتجد هناك كميات كبيرة جدا في هذه المنطقة، وكأنه نفير، وين ما تمد بصرك 200 متر بتلاقي منحل، 100 متر بتلاقي منحل، هذا منحل مين؟ هذا منحل فلان، هذا منحل علان، هذا كذا كذا، وكلهم حاطين قراب على بعض. لا في تنظيم مسافات بين المناحل، ولا في تنظيم مساحات رعوية، ولا أي شيء. المهم أنه يريد أن ينقل نحله يذهب إلى الإيه؟ إلى موسم الحمضيات، سواء بصرف النظر عن هل هناك حسابات هياخذ عسل أو مش هياخذ عسل، عدد الخلايا الموجودة في المنطقة، مع عدد الخلايا في المنطقة، دون أي اعتبارات لهذه الأمور. فبالتالي هاي نقطة أنه دلت تدل على أنه زيادة عدد الخلايا موجودة في الأردن. النقطة الثانية أيضا، هذه تساهم في نقل الأمراض، تساهم في نقل الفاروة، سواء كانت الفاروة أو النزيمة، لأنه النحلة مصابة بالنزيمة وتزور الأزهار، تزور الزهرة، فتقع سبورات النزيمة أو أبواغ النزيمة على هذه الأزهار، على هذه النباتات، تأتي نحلة أخرى وتأخذها. أيضا هذه مشكلة تزاحم المناحل في مكان، هي تسبب انتشار وتوسيع بؤرة المرض. هذا بالنسبة لليه للأردن. الأمر الثاني بالنسبة للنحل الأردني، النحال الأردني ليس لديه الإمكانية في المنافسة على السعر. يعني الطرود اللي تأتي من جهات أخرى مستوردة لدول ما، من دول ما، يكون سعرها رخيص، يجوز الطرد ما بيطلع له 70 $80 $50، ما بيساويها أكثر من هذا الأمر. أما في الأردن أقل طرد بيساوي له $120، $100 $120، فبالتالي كنحال أردني ما بيقدر إن هو ينافس في موضوع السعر. هذه نقطة. الأمر الثاني أيضا، دخول الملكات المستوردة له دور في موضوع الأمراض أو موضوع التلوث الجيني. موضوع الساعة الآن، وهو انتكاسة في المناحل وفقد في عدد كبير في الخلايا، كما نسمع سواء في المغرب أو في المشرق أو هنا أو هناك، هاي مشكلة أصبحت عامة. والآن الكثير من المختصين في القطاع يتخبطون، من يقول نزيمة سرانة، من يقول تكيس حضنة، من يقول تكلس، من يقول مناعة، من يقول كذا كذا كذا، ونجد الكثير يظهر على الساحة بصورة الناصح الأمين. الناصح الأمين، أين كنت أخونا الناصح الأمين منذ سنوات؟ وقد قلنا هذا الأمر، وعن نفسي العبد لله قلت في شهر 7/2021، قلت يا إخوان من لديه نحل يهتم بنحله، هذه السنة لا تبشر بخير، هذه السنة واضح النحل راح يتأثر فيها تأثر سلبي، راح يكون تراجع في عدد الطوائف.
وعندي شهود بهذا الأمر، لأنه كان هناك اجتماع مع بعض الإخوة النحالين، قلت لهم هذه النقطة بالذات اهتموا بها. يعني في كنا في آخر الجلسة بس سئلت يعني ما هي النصيحة يا أبو أنس؟ قلت والله أنصح نصيحة لله، من لديه نحل يهتم بنحله، اهتم بنحلك من حيث المتابعة، المراعي، صحة النحل، مساكن النحل، اهتموا بالنحل. لأنه ما حدث الآن في الوطن العربي وبنسبة فقد قد تصل إلى 70% أو 80% سبب هذا الأساس. لا مشكلة نزيمة سيرانا، ولا مشكلة نزيمة أبيس، ولا مشكلة تكيس حضنا، ولا هاي الأمراض. الأمراض لا تفتك بالمنحل كامل، المرض لا يفتك بالطائفة بين عشية وضحاها. المرض لا يدفع الطائفة للهجر وترك الخلية، المرض لا يدفع الطائفة للانهيار وتبقى الملكة وبضع عاملات. لا، هناك تراكمات، تراكمات الإجهاد من جميع النواحي. إجهاد غذائي، إجهاد في التغذية، إجهاد في المسكن، إجهاد من الطبيعة نوعا ما. ويتبعه إهمال أو جهل أو تجاهل الأخ النحال. لأنه كان عام 21 كانت الأمور ليس كما يعني يراها أو يريدها النحال، لا في المردودية ولا في مستوى الطرود، فبالتالي سببت فتور عند الأخ النحال، فقسم كبير من الإخوة النحالين يعني أصابه البرود تجاه نحله، وقلل زياراته وقلل اهتمامه وقلل كذا. طيب ثم يأتيني الآن ويقول أنا عندي نسبة انهيار 70% أو 60%، أقول له نعم أنا متوقع هذا الأمر، هذا متوقع تماما أن يحدث هذا التراجع، إفراغ خلايا من نحلها، ترك موت الطائفة وتبقى الملكة وبعض العاملة بضع العاملات وأمور كثيرة، هذه متوقعة. ليش؟ بناء على استقراءات 2021. ففي النهاية نقول للإخوة اهتموا بنحلكم، اهتموا بما تبقى من نحلكم. أخي النحال الذي حدث لديك الفقد لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله. إذا يبقى عندك 20% أو إذا تبقى عندك 20% من منحلك، بإمكانك تعيد نحلك إن شاء الله، بس تعيده بإدارة صحيحة، إدارة نظيفة، إدارة تتناسب مع العمل العلمي في إدارة المناحل، تتبعك للمراعي، اهتمامك بخلاياك، انتقي من بين منحلك الخلايا المقاومة الجيدة، اعمل عملية استكثار ممنهج منها. ونقول رب ضارة نافعة، ربما هذه الجائحة أثرت وأخذت النحل الضعيف ويبقى الآن النحل القوي، فتعتبر فرصة للنحال أنه يعيد نفسه من جديد ببرمجة جديدة، بآلية جديدة، بخطة عمل جديدة، حتى يحافظ على نحله وما يقع بهذه المشكلة. بدل من أن نبقى نتخبط نقول الدكتور فلان قال نزيمة والنزيمة تنتقل بكذا وكذا وكذا وكذا، معروف كل الميكروبات هاي والجراثيم سهلة الانتقال، سواء عن طريق الهواء، عن طريق الملامسة، عن طريق مياه الشرب، عن طريق التغذية، عن طريق كذا، عن طريق الأقراص، عن طريق الصناديق، عن طريق العدة، كل هذه سهلة تنتقل الجراثيم. لكن الأمر وين يكمن؟ في قطع دورة حياة الكائن باستخدام كل تدابير الوقاية دون الوقوع في الأمراض. عرفنا كل الكائنات هذه وإيش البيئة اللي تنشط فيها وإيش الأمور اللي تنشطها، نقطع عليها الطريق، فبالتالي هذا هو الأفضل. حياكم الله وبارك الله فيكم وآسف على الإطالة. طيب إخواني الأفاضل، إضافة لما سبق أيضا بخصوص ملفات اليوم، نحن اليوم 20/2/2022 ميلادي، والحديث الدائر أو شاغل الناس هو موضوع تراجع النحل. بعض المختصين في المختبرات الخاصة بالنحل شخصوا بعد التحليل والفحص، اتضح أن هناك نزيمة سيرانا، اتضح أن هناك نزيمة أبيس، اتضح أن هناك مشاكل. هذه ليست المشكلة، المشكلة أن هذه تحصيل حاصل، المشكلة تكمن في إجهاد النحل كما قلتها في شهر 7/2021، وقلناها من 4 5 سنوات في ضمن توجيهات كانت محاضرات لأمراض الحضنة أو أمراض النحل. قلنا دوما يا إخواننا الإجهاد للكائن هو يسببه أو يوقعه فريسة للمرض، فبالتالي النحل كان مجهد، النحل المجهد تعبان، يعني نحل مناعته ضعيفة. طالما النحل مناعته ضعيفة ما شبع من غبار طالع جيد، فبالتالي يكون عرضة للأمراض، حاله حال أي كائن. أي كائن يصير عنده أنيميا هل يكون هو مقاوم للأمراض؟ لا لا أبدا، سواء كان إنسان أو حيوان أو طائر أو أي شيء، طالما دخل إلى مرحلة الأنيميا ما عنده قدرة أنه هو يقاوم الأمراض، ما عنده مناعة داخلية. فبالتالي دخلنا احنا الشتاء أو المناحل العربية في الوطن العربي دخلت الشتاء بنحل مناعته ضعيفة.
أصبح فريسة للنزيمة سيرانا، أصبح فريسة لتكلس تكيس الحضنة، أصبح فريسة لانهيار الطائفة، تموت أغلبية الطائفة وتبقى النحلة الملكة مع بضع نحلات، يتم إلقاء اليرقات في أرضية الخلية أو خارجها أو كذا. ليش؟ النحل ما عندوش استعداد يقاوم، نحل ضعيف، ما أعددنا النحل جيد. فلو كنا أعددنا نحلنا جيد تماما، والإعداد يكون بالنوعية ليس بالكمية، يعني واحد لديه مثلا 200 خلية أو 100 خلية مثلا، لماذا لم يقوم بإعدادها؟ اختصر على 100 خلية، اختصر على 50 خلية جيدة، وعدها إعداد جيد في مراعي جيدة في إدارة جيدة، تمر من عند في من الشتاء لا نزيمة سيرانا ولا أبيس ولا حتى مشاكل الفروة إذا تمت مكافحة الفرو. فالأمر يعني هناك تقصير كثير جدا، وهذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة المتوقعة. طالما النحل لدينا ضعيف مناعته، وأهمل النحل نوعا ما بصرف النظر من النحال، من الطبيعة، من كذا، فبالتالي لا بد تقع هذه المشكلة. فهذه المشكلة أنا متوقعها تماما، يعني ما فيش أي إشكالية. وهذه المشكلة إخواني الأفاضل هي في عموم الوطن العربي، لكن بعض النحالين يحكي وبعض النحالين ما يحكيش أو كذا أو كذا. لكن من خلال زيارات لعدة مناحل كثيرة نزورها، وجدنا هذا الأمر وتعاملنا معه قبل أن تحدث المشكلة في المغرب، تعاملنا معه في الأردن هنا في الشهر 11 تقريبا، شهر 11 مشكلة إخواننا في المغرب، يعني تقريبا لها شهر ونص شهرين هذه الأمور. ندعو الله أن يعافي نحلهم ونحل الجميع من كل سوء. فتعاملنا معها، تداركنا الأمر من البداية، لاحظنا أنه في بدأ انهيار في بعض الطوائف. وليش أنا أقول أن المرض لا يفتك بالمنحة الكامل؟ لا، الانهيار يبدأ في بعض الطوائف. نلاحظ أنه تناقص في الأعداد، بقاء الملكة وبعض العاملات، طوائف أخرى، موت في أرضية الطبلية، موت أمام الطائفة، إلقاء اليرقات خارج الخلية إذا كان عندها القدرة أنها تخرج اليرقات، أو اليرقات مرمية في أرضية الطبلية. فبالفور تداركنا الأمر. وبالمقابل هناك مناحل أخرى لبعض الأشخاص أخذته العزة بالاسم ولم يتقبل مني المشورة ولا طريقة العمل، بالتالي الخلية اللي بدأت تنهار عنده سببت في انهيار 4 خلايا أو 5 خلايا. ليش؟ لأنه كان يتبع موضوع النقل، خلية ضعفت عنده، انهار جيشها، ياخذها ينقلها محل خلية قوية ويجيب الخلية القوية يحطها مكانها. أصبحت هذه انتقلت العدوى لهاي. فكما كما يقول المثل، لا تربط الصحيحة جنب الأجربي خوفا على الصحيحة إيش؟ أن تجربه. فبالتالي يا أخوانا الوقاية مهمة. وجدت خلية مثل هذه بدأت تنهار، أتعامل معها في معزل، أتعامل معها بدقة. أول عمل أعمله أحضر صندوق أقوم بتعقيمه باللهب، هاي الأقراص اللي فيها إصابة أشيلها تماما، أحرق شمعها، وأعقم الإطارات أيضا باللهب، أضغط النحل على قرصين على 3 على 4، أقدم له تغذية مدعومة، تغذية جيدة، أضيف فيها مثلا خل التفاح، خل العسل، منقوع الشيح. هذه الأمور الطبيعية أيضا مهمة في مناعة النحل، يعني تحافظ على مناعة النحل. أرش النحل بمحلول سكري مضاف إليه، خل العسل أو خل التفاح أو خل الثوم. طبعا للمعلومية يعني ما في شيء اسمه خل الثوم، ولا المواد حتى الفواكه أو المواد التي لا يوجد بها سكريات لا يوجد لها خل. الخل هو مقصور على الفواكه التي بها سكريات، مثلا خل التفاح، خل العنب، خل التمر، المواد اللي فيها سكريات، لأنه نشاط الكائنات الموجودة في بكتيريا الخل هي تنشط على هذا الجانب. لكن البعض يقولها خل الثوم، لا، هي ضيف الثوم على خل العسل، فبالتالي أصبح يعني تركيب عليه، يعني يضاف عليه، يضاف الثوم على خل العسل ويترك شهر أو 40 يوم حتى يمتزج محتويات الثوم أو العناصر الفعالة في الثوم اللي هي مادة الكبريتات. فبالتالي يكون هذا جيد، إنه هو مخلوط خل مع ثوم جيد، لا بأس، ما في أي مشكلة فيه يعني. وأنا أقوم برش الخلايا هذه، تعقيمها تماما، تقديم لها التغذية، تغذية مدعومة بعصير ليمون طبيعي، نقوم بعصر الليمون كامل، لا نترك من الليمون شيء، تعصر بقشرها، ببذرها، بلبها، بكامل محتوياتها. قشور البرتقال مهمة جدا، قشور الحمضيات مهمة جدا، لو تم هرسها هرس دقيق وأضيفت في المحاليل السكرية أو أضيفت في العجائن فهي ممتازة جدا، هي تدعم في مناعة النحل، مع طبعا الإعداد المسبق، لأنه طبعا المناعة لا تشترى، المناعة تبنى. فإذا كان النحل عندي يعني بنيت مناعته جيدا، خلاص النحل يصبح مقاوم. ليش المنحل منهار كله؟ حتى لو كان انهار 70%، ليش 20% منهارت؟ وبالمقابل هناك مناحل كثيرة لم تتراجع عنده، نسبة الفقد عنده لا تتجاوز 4% 5%، ونعرف المناحل هذه ونزورها عن كثب.
ما عنده فقد، نسبة الفقد لا تتجاوز، بعض منهم نسبة الفقد 2%، بعض البعض منهم نسبة الفقد 5% 6%. أما هناك المناحل المهملة التي لا تحظى بالعناية ولا الاهتمام ولا الرعاية من قبل أصحابها، نسبة الفقد فيها وصلت 60% 70%. فماذا تتوقعون أكثر من ذلك؟ الله يعطيك العافية. فطبعا إخواني الأفاضل، يعني هناك تراكمات إجهادات كثيرة جدا، تراكمات إهمال، تراكمات إجهادات من الطبيعة أيضا. لكن هنا يكمن دور النحال. النحال الذكي يعرف يتصرف في الأزمات، يعرف يتصرف مع متغيرات الثوابت. يتغير عند المناخ، تغيرت عند الطبيعة نوعا ما، ما هي الخطة لإدارة هذا المنحل؟ لا بد أن يكون عندي خطة لإدارة الأزمات، سواء كانت أزمات طبيعية أو أزمات انتقالات عدوى أو كذا أو كذا من هذا القبيل. فبالتالي أيضا نحن نعول على ثقافة نحالنا في الوطن العربي. كلما كان عندنا نحال عنده ثقافة عالية وعلمية في إدارته للمناحل، كلما كان هناك تقليل في المشاكل وتقليل في السلبيات. أما التخبط هنا وهناك هذا طبعا لا يجدي، وتكون النتيجة أكثر من هذه النتيجة. البعض مثلا يهمل السلالة المحلية بحجة والله السلالة المحلية شرسة، وما نأخذ منها عسل، وما نأخذ منها كذا، وما نأخذ منها كذا. وعندما أتحدث أنا أقول مثلا النحلة السورية نحلة رائعة، نحلة جيدة، نحلة ممتازة، لكن تحتاج الرعاية والاهتمام. يقولون أنا بانس لو عندي النحلة السورية لحرقتها. والأخ الثاني يقول بانس أنت ضد التهجين، إحنا بنجيب الملكات الأجنبية ونأخذ منها بذرة ونعمل عندها عليها تهجين. يا أخي أنت على أي أساس عملت التهجين؟ على أي أساس؟ أوكي، التهجين ينتج عنسل جيدة مقاومة للأمراض وجيدة ومنتجة صحيح، لكن التهجين الممنهج، التهجين العلمي، التهجين المؤصل، مش التهجين العشوائي. تهجين عشوائي ماذا سينتج منه؟ نتيجة عشوائية. هل أنت تعرف حيثيات هذه الملكة؟ تعرف رصيدها الوراثي اللي جابوا لك إياه من برا، من جابوا لك إياه من أي مكان؟ هل لديك معلومة عن علم عن رصيدها الوراثي، سلوكها، أدائها؟ ما عندك أي شيء. على أي أساس تقول لي تهجين؟ تقول لي تهجين على فرض عشوائي؟ جبت ملكة جابوا لك إياها وسموا لك إياها أي اسم، حطوا لك إياها على أي ليبل أو أي ماركة، قالوا لك هذه الملكة الفلانية من البلد الفلاني. خلاص أنت عندك ملكة، أصبح عندك ملكة جيدة بدك تكاثر منها؟ على أي أساس تكاثر منها؟ لا يعرف عنها شيء. فبالتالي يكون موضوع التهجين الذي يقصده البعض هو تهجين عشوائي، فبالتالي تكون النتيجة إيش؟ عشوائية. بالمقابل عندي نحل مثلا من النمط المحلي، ما أقول يعني لا أقول أنه يعني سلالة النحل السورية صافية 100%، لأن لا أمتلك التأصيل ولا التحسين، لكن حاولت معها بقدر الإمكان وبذلت معها العشرات من السنين إلى أن وصلت إلى أنماط جدا ممتازة، هادية في السلوك، جماعة، مقاومة للأمراض، مبكرة في السروح، مقاومة لآفات النحل، مقاومة للفروة نوعا ما، سلوك التنظيف فيها ممتاز، أمورها جيدة، تخرج من الشتاء بدون خسارة. تكاد تكون نسبة الفقد فيها في الشتاء لا تتجاوز 4% 5%، وهذا ما وصلنا إليه. من ضمن النحلة المحلية النحلة السورية، النحلة السورية فيها نمطين، النمط الأصفر اللي هو قريب من الإيطالي، والنمط السكني اللي هو قريب من الكرينيولي. فاحنا بنجمع بين الاثنين، نعمل تقاطعات بين الاثنين، ناخذ الافضل، افضل الملكات نخليها للذكور، افضل الملكات نخليها لتربيه الملكات، يعني انتقينا خلايا الذكور، انتقينا خلايا الملكات، في نفس الوقت نحد من تواجد حضنه الذكور داخل الخلايا الغير مرغوب فيها، يعني اي طائفه السلوك غير مرغوب فيها يحيد تماما منها الذكور، ولا يتم تربيه ملكات منها، خلايا الذكور لا تقسم. حتى لا يحدث أي تشابكات في زواج أقارب. يعني الأمر يحتاج شدة همة من الإخوة النحالين وانتباه لهذا الأمر، وعدم الإنبهار وعدم الإهمال في النحلة المحلية. النحلة المحلية في كل وطننا العربي هي نحلة رائعة، نحلة جيدة، وللأسف الشديد نرى المختبرات الأجنبية ومحطات البحوث والتأصيل الأجنبية تأخذ من ضمن سلالاتنا العربية وتدمج معها وينتج لنا البكفاست. يعني نفس الشيء، يأخذوا الشيء من عندنا من العرب ببلاش ويرجعوا يعيدوه لنا ويبيعوه بألاف مؤلفة. طيب يا أخي احنا ليش ما نشتغل الشغلة هاي؟ نحالين المحترفين، عندنا نحالين محترفين في كل وطننا العربي، ومتأكد تماما أن أكثر من 50% من نحالنا العربي هو محترف، يأخذ درجة محترف، سواء في الأردن. عليكم السلام. سواء في الأردن، في سوريا، في مصر، في السعودية، في كل البلاد العربية هناك نحالين محترفين. هذا النحال المحترف اللي عنده سلالة نظيفة ليش ما ناخذ ونربي منه؟
إذا أنا كنحال مبتدئ ما عندي فكرة بعملية التحسين وعملية الانتخاب والانتخاب والانتقاء والشغلات هاي، إيش المانع أخذ منه خليتين ثلاثة أربي منهم أغير سمة المنحل اللي عندي، وبالتالي بكون عندي نحل مقاوم، نحل جيد ليس عرضة للأمراض، لا يقع بهذه الإشكالية التي وقعنا فيها الآن، خاصة من الربع الأخير من 21 إلى الآن ونحن نرى تراجع وانتكاسة في المناحل. فلو كانت هذه المناحل أعدت إعداد جيد من جميع النواحي من حيث الرعاية والاهتمام والرصيد الوراثي كنا خففنا الخسارة، خففناها كثير. وهذا حاصل كما قلت لكم أن هناك مناحل لم تفقد إلا 4% 5%، ونحلهم الآن نشيط وعندهم إمكانية أنه هو يقسم ينشط لدخول الربيع يروح لموسم الحمضيات أموره تمام ما عنده هذه المشكلة. أما أجي أقيس على واحد ما عنده اهتمام بنحله وانهار عنده أقول تعالوا اتفرجوا هاي في هون انهيار في المناحل وفي انتكاسة، لا هذا لا يعتبر قياس. شخص واحد لا يعتبر قياس على بلد، 10 لا يعتبر قياس، 100 شخص لا يعتبر قياس على بلد. فبالتالي الأمر يؤخذ بالعموم لا يؤخذ بالخصوص. فأخواننا الأفاضل يعني يفضل دوما أن احنا نصحى ونعتبر أنه ما حدث في 2021 وإلى الآن نعتبر أنه هو درس لنا وصفعة لنا حتى ننتبه لهذه النحلة المحلية، ننتبه لهذا الكنز، لهذا المخلوق الذي أوحى الله إليه. النحل مخلوق مبارك، العمل فيه بركة، منتجاته كلها بركة، فيها شفاء للناس، ذكر في القرآن، مخلوق أوحى الله إليه، يعني كل ما تقترب للنحل تشعر بالبركة وتشعر بالهدوء والسكينة. وهذا سبحان الله، هذا المخلوق الله سبحانه وتعالى وضع محبته في قلوبنا، فبالتالي نهتم به حتى على الأقل نأخذ منه إنتاجه ويكون كشفاء للناس ومكمل غذائي، ويكون نحلنا ما في مشاكل ولا في انهيارات ولا في تراجعات ولا أي شيء. حياكم الله جميعا. فإذا إخواني الأفاضل حياكم الله جميعا، فنحن الآن يعني ما نلاحظه الآن في الوطن العربي بالنسبة لقطاع النحل نلاحظ حالة تخبط، حالة تخبط من المسؤولين، حالة تخبط من المختصين. المختبرات تقول فحصنا وجدنا نزيم سيرانا في معدة النحلة والإصابة تصل ل 4 مليون ل 5 مليون، في حدود المليون ماشي الحال، في حدود كذا وجدنا نزيمة أبيس نسبة بسيطة. ماشي يا سيدي، أنت فحصت وهذا متوقع، أنا بدون ما تفحص راح أعطيك النتيجة مقدما، أقول لك في نزيمة سيران، لكن هل عملنا على درء هذه الأسباب أو تجنب هذه الأسباب أن لا يصل النحل إلى مرحلة الإصابة؟ لا، ما عملنا، ما قدمنا الرعاية والاهتمام للنحال ولا الإرشاد التوعي للنحال حتى يكون في مأمن بعيد عن الإصابة بهذه الأمراض. البعض الآخر يخرج لنا بمناشير علينا التعايش مع النزيمة مع الفروة مع هذه الأمراض. لا، خطأ. مصطلح التعايش يعني تسليم بالأمر الواقع، وأنا لا أسلم بالأمر الواقع. أنا أؤيد البحث عن أفضل الطرق والحلول لمعالجة الأمراض ومكافحة الأكروسات والطفيلات التي تتطفل على نحل العسل. أما من يقول مبدأ التعايش، هذا مبدأ تسليم بالأمر الواقع، هذا مبدأ خطأ، مبدأ ليس صحيح. يجب علينا البحث عن الطرق العلمية، الإرشادات العلمية الصحيحة التي تفضي إلى النحل القوي والإنتاج الوفير. أما نرى التخبط من الجهات المسؤولة، من الجهات المختصة، لم نراهم في أرض الميدان على أرض الواقع، مجرد قرارات. النحل العربية في خطر، النحل العربي في خطر، انقذوا النحل العربي، انقذوا النحل العربي. من اللي في خطر؟ المسؤولين في خطر، والمسكين النحال وحده في الميدان، لا سنيد له ولا حدا يقف معه. فبالتالي هذا الذي حدث، كان المفروض أنه على الإخوة المسؤولين اللي بيدهم القرار يكون لهم جولات، لهم لجان تنزل على أرض الواقع. البعض يقول نطبق سياسة الحجر على النحل المستورد، النحل المنقول من منطقة إلى منطقة. طيب كيف أطبق سياسة الحجر؟ يعني أحط مفرزة شرطة بالشارع نحال ماشي بنحله أقول له إبرز شهادة صحية لنحلك؟ وانت جيت تطبق القانون، لكن ما جيت تنصحني ان النحل ما ينصاب، ما جيت تكشف على نحلي، ما جيت تقدم لي دعم ورعايه، وين هذا الامر؟ فاذا اخواني الافاضل قبل تطبيق القانون لابد من تهيئه البيئه لتطبيق القانون. القوانين تسن والتشريعات الزراعيه موجود بها كل القوانين، لكن ايضا من ضمن القوانين تقول قبل ان تطبق القانون هيئ البيئة المناسبة لتطبيق القانون. ما أجي في يوم وليلة 24 ساعة أقول والله بدي أطبق نظام الحجر. الحجر على مين؟
يعني من يقولون الحجر، الحجر على الكائنات التي لديها إمكانية التحرك طيلة أوقات السنة. ما هو المشكلة في أمور كثير الإخوة بعيدين عنها. ليش؟ لأنهم مش أصحاب اختصاص، لا درسوا زراعة ولا درسوا تشريعات زراعية ولا الحجر الصحي الزراعي ولا من هاي الأمور، مع الأسف الشديد، ومع احترامنا للجميع يعني. فبالتالي ما بعرف، النحل مش من الكائنات الحية التي تتحرك يوميا. معروف ان امتى بيتحركوا النحالين بمناحلهم؟ اوقات النشاط، ينقل على المراعي، يتتبع المراعي كذا، فترات اللي هي ما فيها، اللي هي فترات الشح اللي ما فيها مواسم، خلاص نحله موجود في منطقة وانتهى الامر، ما عنده حركة. فترة الشتاء فترة راحة، ما في حركة. ففترة تحرك النحل هي فترات النشاط. اردت ان استورد نحل من بلد، تستورد الاف مؤلفة من المرزوم من الطرود. ما عندك إمكانية أنك أنت تروح تشوف المناحل هذه في موقعها هناك وتعرف شهادتها الصحية وتطلع على الأمر الصحي لها والسلوك والأداء، ولا فقط عبولي بالكيلو وجيب هنا وهنا وخلاص. هذه كلها موجودة في التشريعات الزراعية، أي كأي أي من المنتجات الزراعية ومن ضمنها النحل، قبل أن يغادر مكانه أو يصفر لابد أن يحمل شهادة صحية وشهادة خلوه من الأمراض وشهادة منشأ وكل التفاصيل عنه، سواء كانت ملكات أو كانت طرود نحل مرزوم. وأيضا الجهة المستقبلة أيضا لها شروط تستقبل بناء على هذا الشروط في الحجر الصحي. الحجر الصحي موجود في كل البلدان، سواء للمغادر أو للقادم أو للاستيراد أو للتصدير، يقوم بفحص هذه الأمور وأخذ منها عينات على السريع عنده مختبر. بأخذ النحلة على السريع، بأخذ عينة عشوائية من هذه الطرود، وخلال 10 دقائق ربع ساعة بكون مطلع لك عينة النزيمة بالذات. سهلة جدا انه يطلعها طالما لديه مجهر مكبر وكذا، ولديه الامور غرفة صغيرة بحط فيها اجهزة الفحص، خلال 10 دقائق ربع ساعة تطلع. فالامر مش صعب السيطرة عليه، سهل السيطرة عليه، لكن ما فيش جدية في التنفيذ. واذا كان هناك بعض الاقتراحات تكون اقتراحات يعني بعيدة عن ارض الواقع، مش اقتراحات واقعية. دوما يعني عندما نتحدث يعني لابد يكون كلامنا علمي، كلامنا دقيق، يتوافق مع النحال، يتوافق مع التسهيل لاجراءاته، تسهيل لاموره، حماية النحال ايضا، لانه النحال هذا منتج، والمنتج هو له يشارك في الانتاج، وقطاع النحل له تأثير كبير في القطاع، على القطاع الزراعي وعلى القطاع الغذائي وعلى القطاع العلاجي كمان. يعني النحل مخلوق هام جدا في الطبيعة، بدون النحل كما قالها أينشتاين تحدث مشكلة كبيرة في الطبيعة، ونحن كنحالين أو لنا علاقة بهذا الأمر نرى الأمر هكذا. إذا فقد النحل أو قلت طوائف النحل في الطبيعة سيترتب عليها إشكاليات كبيرة. فبالتالي يجب علينا الحفاظ على هذه الحشرة المباركة ودعم النحالين بكل الطرق العلمية المعنوية المادية أيضا كمان إذا أمكن، ما في أي مشكلة أبدا، حتى ينهض هذا القطاع. أما إذا بقى هذا القطاع على فلان وعلى فلان، يأتينا بعد ما تخرب ملطة ويأتي يتنطع هنا ويتنطع هناك ويقول اعملوا كذا واعملوا كذا، أقول لن تقوم قائمة لقطاع تربية النحل طالما في هؤلاء المنتكسين. النحل منتكس، هم هؤلاء هم المنتكسين، لأنهم عندهم انتكاسة، ما قدموا، ما قاموا بأي مجهود ولا قاموا بأي شيء، ولا وقفوا على الأرض على القرار، ولا وقفوا على أرض الميدان. فبالتالي الانتكاسة منهم، مش من النحال.